السلام عليكم. تحدثت سابقا في موضوع مختصر عن حليب الأم الذي يحصل عليه الطفل من الرضاعة الطبيعية، وذكرت بأنه يحتوي على مجموعة هائلة من الميكروبات، منها البكتيرية والفيروسية والفطرية وهكذا، وهذه هي فطرة الخالق عز وجل أن جعله على هذا النحو. وهذا الكلام هو نتائج لدراسات مرجعية، ولقد تحققنا منه في بعض المراكز البحثية. ولأن بعض الأحبة قد سألني عن هذا الموضوع، أبين هنا في هذه العجالة بعض المعلومات المهمة المرتبطة بهذا الشأن. أولاً، هذا الأمر هو أمر إيجابي وليس سلبي كما يعتقد البعض. ثانياً، هناك فوائد كثيرة لهذه الميكروبات الموجودة في حليب الأم، أذكر منها فائدتين فقط للتوضيح. الفائدة الأولى، وهي أن الأم بهذه الطريقة تعمل على تضعيف هذه الميكروبات قبل أن تصل إلى الطفل، وعليه هي تساعده على التغلب عليها في المستقبل من خلال تقوية جهازه المناعي. ثانيا، هي تساعده أيضا على تكوين ميكروباته الصديقة الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، وهذه هي صورة من مجموعة الصور التي تبين أهمية الرضاعة الطبيعية.